أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. مشاهدينا أهلا بكم في الرسالة اليومية من رسائل الدورة 21 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أنا سعيد جدا بأن شاركت في مسابقة في هذه المسابقة، إنها مسابقة مميزة تماما فلم أرى مثلها في العالم والله، وأشكر القائمين بالفعل إنهم طبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فقد أتقن العمل، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حقيقة في قلبي سرور وفرح ما لا يصفه قلم ولا يتحدث عنه لسان. أنا يعني فرحان جدا وسعيد لمشاركتي لهذه الجائزة، جائزة دبي، وأشكر جميع من ساهم لإقامة هذه الفعالية، فعالية مسابقة وهي جائزة دبي، على خدمتهم للقرآن الكريم، ونقول لهم جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. عمر محمود الرفاعي من دولة الكويت، والحمد لله كانت يعني مشاركة جدا رائعة، وبالنسبة لجائزة دبي يعني مستواها وصيتها العالمي يعني جدا رائع، ولا أقولها من باب أني راح أجامل، لكن مسابقة دبي بصراحة هي مسابقة رائدة عالميا، وأنصح باقي المسابقات أن يكونون على هذا المستوى. وأيضا أشكر الأخوة القائمين، يعني ما شاء الله تبارك الله، التنظيم جدا رائع والخدمة VIP، ويعني بصراحة ما في قصور في أي شيء. مشاهدين الأعزاء، رعاتنا لهذه الليلة هم دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة الرستماني ومجموعة حنبل شافعي المدني.
قدم سعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة رئيس اللجنة المنظمة بالجائزة درعا لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تسلمها السيد علي إبراهيم نائب المدير العام والسيد خالد إبراهيم القاسم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية. كما قدمت الدائرة الاقتصادية درعا لسعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة، وقدم سعادة المستشار درعا لمجموعة الرستماني تسلمه السيد سليمان الهاشمي ممثل مجموعة الرستماني. وأيضا قدم سعادة المستشار درعا لمجموعة حنبل الشافعي المدني، وتسلم الدرع السيد سعيد حنبل المدني رئيس مجلس الإدارة. مما يميز هذه الجائزة في هذا العام هو اختيار خادم الحرمين الشريفين الشخصية الإسلامية لهذا العام، وهذه باكورة الجائزة. وكذلك ما يميزها أيضا نسبة المشاركة، ازدياد نسبة المشاركة في هذا العام، كما لاحظنا التنافس الشديد بين المتسابقين من جميع الدول، وكذلك الدول التي شاركت في هذه الدورة لربما تكون تشارك لأول مرة. التنظيم نرى في كل عام هناك الجديد، هناك استخدام للتقنيات بشكل جيد، هذا ما يميز ويعطي انطباع بأن العاملين على هذه الجائزة والذين يسخرون أوقاتهم فعلا يقومون بكل ما في وسعهم من أجل أن يبدعوا ويبتكروا الجديد. رعايتنا للجائزة أمر نفتخر فيه، وكل عام نسعى أن نكون شركاء دائمين لهذه الجائزة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على إتاحتنا فرصة لرعاية هذه الجائزة، ونحن في مجموعة الرستماني حريصين كل الحرص أن نكون من ضمن الرعاة في كل سنة. دور وحدة الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات يبدأ 4 شهور قبل ابتداء المسابقة الدولية للقرآن الكريم، من حيث مخاطبة الدول وانتقاء الدول واختيار الجهات التي يتم مخاطبتها، ومن ثم متابعة المتسابقين حتى وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى وصولهم إلى الفندق اللي يتم اختياره. ومن ثم تقوم وحدة تقنية المعلومات نقوم بإدخال الأسئلة على البرنامج التقني اللي تم تصميمه من قبل وحدة تقنية المعلومات بالجائزة، والذي حظى ما شاء الله باهتمام كبير جدا من قبل بعض المسابقات حول العالم. والبرنامج يعد الأول على مستوى العالم تقريبا من حيث التصميم ومن حيث البرنامج اللي يخدم مسيرة القرآن الكريم والمسابقات الدولية. الحمد لله رب العالمين، بدينا منذ انطلاق المسابقة حتى اليوم لم نواجه أي مشاكل في المسابقة، والحمد لله الأمور ماشية تمام، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. يا ربي أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا. إلى هنا نصل إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.